في السابق كان الأهل يطلبون من أبنائهم كتابة بطاقات بريدية عندما كانوا يسافرون أثناء الإجازة المدرسية. في السنة الماضية أرسلت 150 مليون بطاقة بريدية، أي أقل ب 60 مليون بطاقة مقارنة بعام 2007. الصور الملتقطة بالهواتف الذكية أصبحت المنافس الأول للبطاقات البريدية. من الأسهل التقاط الصور ومن ثم إرسالها مع رسالة نصية عبر الهاتف. أنا أجمع البطاقات البريدية ولدي مجموعة كبيرة منها. لا يحتاج المرء للبحث، ويكفي تعليق البطاقة في مكان ما والنظر إليها باستمرار، هذا أكثر حميمية. في دار شونينغ للنشر في مدينة لوبك تطبع نصف البطاقات البريدية المتداولة في ألمانيا. مبيعات البطاقات تراجعت بنسبة 10% في السنوات العشر الأخيرة. لهذا السبب يريد المدير بوريس هيسي تجريب أفكار جديدة. نحاول على الدوام ابتكار أفكار إبداعية، وهذا العام لدينا ما يعرف بالبطاقات الإلكترونية التي تصدر أصواتا معينة، ونحن نطور الآن أفكارا جديدة لبطاقات خاصة بالأطفال. هناك على الدوام أفكار مبدعة، لذا تبقى البطاقة ضمن حدود معينة. تبيع دار النشر 30 مليون بطاقة بريدية كل عام، وتتصدر البطاقات البريدية متعددة الزخارف قائمة المبيعات، فهي تضفي جمالاً ورونقاً خاصاً على مكان العطلة، وبعضها تحقق نجاحاً مفاجئاً. قبل 5 أو 6 سنوات طرحت بطاقات لافتات المواقع في السوق. حينها كان المرء يلتقط عدة صور للمكان ويضعها على البطاقة، والآن يوجد فقط نص مكتوب بالأسود، لكنه يلقى رواجاً رغم ذلك. استمر هذا النجاح لعدة سنوات، وكان إنتاج البطاقات بسيطاً، خلفية صفراء ونص باللون الأسود لتصبح البطاقة جاهزة. تتعامل دار النشر مع 90 مصوراً يتنقلون في ألمانيا على الدوام، أحدهم رالف برونا الحاصل على عدة جوائز على تقاريره المصورة ذات الطابع الصحفي، لكنه ركز في السنوات الماضية على التصوير السياحي. بتكليف من دار النشر يقوم بتصوير هامبورغ وساكسونيا السفلى وسوابيا، وهو يميل أكثر إلى المشاهد والأشكال التقليدية. إنها بالنسبة لي أكثر مصداقية من صور مزيفة للدعاية لا تكون من إنجازي. الأماكن التي أزورها جميلة، وأنا قادر على إظهار هذا الجمال فيها. بطاقات دار شونينغ تتضمن أكثر من 1000 موقع، ورأي التجار له أهمية خاصة، فعلى أساسه يتم تحديث أنواع البطاقات. لكن الشيء الثابت هو أن الطقس في البطاقات يكون جميلاً على الدوام مع بعض الاستثناءات. يختلف ذوق السياح باختلاف بلدانهم، فبينما يشتري الألمان بطاقات مريحة، يشتري الأمريكيون بطاقات تاريخية، ويمكن معرفة الأماكن المفضلة من خلال البطاقات البريدية. فمثلاً يفضل السياح اليابانيون زيارة القصور الفخمة والمدن التاريخية، فهل تحافظ البطاقات البريدية على شعبيتها؟ دار النشر موجودة منذ 100 عام، وفي البداية قمنا فقط بطباعة البطاقات البريدية، أما اليوم فننتج الرزنامات والكتب السياحية والتذكارات. تحاول البطاقة البريدية مجاراة منافساتها الرقمية، وهي أصبحت شخصية أيضا من خلال آلات البطاقات البريدية التي تتيح للمرء طباعة صورته الشخصية على البطاقة مقابل 3 يوروهات ونصف. أمر جيد يجعل البطاقة شخصية، وحتى بالنسبة لي أنا المولودة في هامبورغ أجد الأمر لطيفا أن تضع صورتك ضمن صورة المدينة. البطاقة الإلكترونية هي أيضا محاولة لجعل البطاقة البريدية أكثر جاذبية للجيل الرقمي، لكن بوريس هيسي لا يزال يؤمن بمزايا البطاقة التقليدية. الصورة الشخصية في مكان خاص كصورة أمام بوابة هولستن أو صورة الطفل في الماء، هذه لن تتاح على البطاقة البريدية، لكننا في المقابل نقدم صورا رائعة ونادرة ومتنوعة. لكن يبدو أن الجيل الشاب لم يتخلى بعد عن البطاقة البريدية. أمر عريق، فالمتعة أكبر من إرسال الرسائل النصية بالهاتف. وهكذا حتى في عصرنا الرقمي يمكن للمرء أن يسعد بتلقي بطاقة بريدية بين الحين والآخر.